أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: رجل عنده القدرة على الاكتساب، فهل يجوز أن نعطيه من الزكاة؟ لا، اللي عنده قدرة على الاكتساب وهناك أعمال، يجد عمل يشتغل وهو يستطيع، هذا ما تحله الزكاة لأنه غني بقوته. النبي صلى الله عليه وسلم وجه هؤلاء إلى العمل، كان يعطيهم الفاس ويقول رح ولا تشوف إلا عقب 3 أيام، يروح يحلب ويبيع، يقول هذا خير لك من أن تسأل الناس. فيوجه صلى الله عليه وسلم إلى العمل، الذي يستطيع العمل. لكن لو كان قوي لكن ما في عمل يعطى، ما في عمل يعطى. أما إذا كان قوي وفيه عمل فلا يعطى. ولا نخلي الناس يتعودون على الصدقات ويخلون العمل. نعم.